تعرض للخسارة في آخر لقاءاته في مباراة مؤجلة من الأسبوع 15 أمام الأهلي وبهدفين مقابل هدف بعد أن كان قاب قوسين وأدنى من الحصول على الثلاث نقاط بهدف لمصطفى شلبي، إلا أن الحلول السحرية جاءت عن طريق علي معلول بهدفين في الوقت بدل الضائع. حلمي طولان يدخل هذا اللقاء بتشكيلة مكونة من محمود جاد في حراسة المرمى، في الدفاع محمد حامد، خالد رضا ومحمد إسماعيل، ظهير أيمن علي فوزي وظهير أيسر مصطفى ديودار. فريق اللي عنده على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم محمود رضا، إبراهيم صلاح، هاني عادل، مالك توري، وهدف أول في الشباك يا عبدو يا يحيى مع الدقيقة 11 من أحداث الشوط الأول، واللقاء يفاجئنا عبدو يحيى بكرة تعانق الشباك بهدف أول محلاوي بكرة جميلة تغرد. يعلن عن المقدمة من تمريرة أشرف سيد إلى عبدو يحيى، ينفرد بالمرمى بالتمريرة في أعماق دفاعات الفريق البترولي، وصلت إلى قائد خط هجوم زعيم الفلاحين بلمسة وليد مصطفى في اتجاه اللاعب عبدو يحيى، يتوغل يتقدم، حطها من فوق حارس المرمى محمود جاد باقتدار ولب، سلمها عند مؤمن راضي، أمامية الكرة توصل عند إيبوكا صاحب التسع أهداف، تمريرة حلوة جميلة، ممكن التعادل، سقوط، وحكم اللقاء يقول لا شيء، يعطي مبدأ إتاحة الفرصة، الكرة لازالت. هل هناك تدخل؟ لعب وليد مصطفى، ارتد وليد، رجع علشان يدافع ويعمل التغطية، هيشاهدها بنفسه أحمد جمال حكم اللقاء. في الأسبوع 11 مباراة ما بين المصري البورسعيدي وإنبي وانتهت بالتعادل 2-2، وآخر لقاء أداره في الأسبوع 15 ما بين إسترن كامباني والإسماعيلي، وانتصار للدراويش بهدفين نظيفين. أدي في الإعادة مشاهدة اللقطة، وليد مصطفى أثناء لم ينظر للشباك، الشباك تحركت، الشباك تحركت بهدف التعادل، هدف التعادل مع الدقيقة 20، مصطفى شلبي على يسار محمود الحضري، أدرك صحيحة احتسبها حكم اللقاء أحمد جمال، كرة كان لها بالمرصاد، شلبي تقدم يضع الكرة ببطن القدم عكس اتجاه حارس المرمى اللي اتجه ناحية الزاوية اليمنى، الكرة تسكن في الزاوية اليسرى لوليد مصطفى، ارتدت مشتركة مع كوني، ياخدها ديودارو يتقدم يمشي مصطفى، يعدي من يحيى حامد، يلعبها على اتجاه خط منطقة الجزاء، عرضية ملعوبة، كرة خطيرة، علي فوزي في الجانب الأيمن، محاولة ان يمر، يعدي بقدم اليسرى، عرضية خطيرة مش ممكن من إيبوكا، يدور عليها محمد حامد، يدخل عبده، عبده يحيى يستخلص، يمر، يقترب عبده، عبده يدخل، والعرقلة وركلة جزاء، ركلة جزاء لفريق غزل المحلة في الدقيقة 29 المزعجة، أيضا يقع في المحظور. أدي محمد حامد، كرة حائرة ما بين حامد وعبده يحيى، استخلص، عدى، اقترب، خالد رضا يدخل يعمل التاكلينج، محاولة دم، ولا محمود جاد يتألق ويتفوق، معاذ وفي الشباك، تاني أهداف المباراة لفريق غزل المحلة، زاحفة أرضية قوية على يمين محمود جاد ليصبح التقدم ومن جديد لفريق حصل على ركلة جزاء في مباراة الدور الأول، ترجمها أحمد غنيم وسجل هدف ثالث، الآن هو الهدف الثاني مع الدقيقة 33، ومن ركلة جزاء حاول جاد، كرة راحت على يمينه، معاذ الحناوي المحلة نسبة امتلاك واستحواذ وصلت إلى 60%، رمي التماس يلعبها يحيى حامد لفريق غزل المحلة، وصلت لعبده يحيى، أمامية تيات عند لاعب هشام، تصويبه ولكن على يسار حارس المرمى، ف
مصطفى جمال، ثلاث دقائق وقت بدل ضائع للشوط الأول من المباراة كما أشار. مبروك نبيل، كرة خطيرة، يبوكا يلعبها لشكشك، دخول لمنطقة الجزاء، كرة تبدو خطيرة على فريق غزل المحلة، عرضية علي فوزي أقصى الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، وصلت لإيبوكا، يتفوق وليد مصطفى على إيبوكا، أبعد الكرة توصل لكوني، كوني والمرتدة إلى عبدو يحيى، لكن يحط قدمه لاعب إنبي. بين الفريقين الحظ دائما ما يبتسم لغزل المحلة. نتابع الركنية، ملعوبة من علي فوزي عالية بتعدي من خالد رضا، رجعت لمؤمن راضي، سلمها لمحمد حامد داخل منطقة الجزاء، يفوت من حميد ماو، يلعب عرضية من مصطفى ديودار، التصدي المرة دي من دفاع غزل المحلة، كرة كانت بطولة، الكرة طلعت إلى ركلة مرمى. خلاص الشوط الأول أوشك على النهاية، وبالفعل في هذه الأثناء أحبتي الكرام أصدقائي المتابعين والمشاهدين لشاشة قنوات ون تايم سبورتس، حكم المباراة أحمد جمال يطلق صفارة الختام لشوط أول يزدل تحترق. 17 مباراة في هذا الموسم، غاب عن لقاءين فقط الجونة ومصر المقصة والعرضية، لكن يدخل الدفاع البترولي يفسد المخطط الهجومي، عدم التقيد بمكان كرة لعبت إلى كوني القادم ناحية اليمين، كوني استلم كرة يحيى حامد، عرضية كرة تعدي، ممكن التصويبة تسديدة، ولكن من هشام، هشام عادل ترك لأشرف، خطأ يوم 14 مايو من 2004، أولى مواجهة الفريقين على مستوى شهر مايو، مباراة كانت انتهت بنتيجة التعادل بدون أهداف ما بين الفريقين في ملعب غزل المحلة. محاولة يبوكا يلعبها خطيرة، ممكن رجعت أوباريكو، هدف التعادل لإمبي عن طريق صلاح ريكو مع الدقيقة 63، بمتابعة لكرة مصطفى شلبي ارتدت من أقدام، بالفعل أفلح في التعديل كرة الهدف، كما نتابع في الإعادة قوية على يمين الحارس محمود الحضري، تحتضن الشباك، تزور الزاوية اليمنى، هي نفس الزاوية اللي سكنت فيها كرة اللاعب معاذ الحناوي، وأعلنت عن كرة الهدف الثاني لفريق غزل المحلة. كما نتابع عرضية مصطفى دوادار، الكرة تبعد ترجع تروح في اليمين، مصطفى شلبي كرة عرضية، البحث عن إيبوكا ارتدت، راحت لمحمد إسماعيل، ممكن يسدد، يتوغل، ينتشر، يصوب، ولكن التصويبة سهلة في يد حارس المرمى محمود الحضري في أولى لقاءات صلاح عاطف ريكو. صلاح عاطف ريكو ينجح في عادة إنبي إلى ملعب اللقاء 2-2 نتيجة التعادل اللي حصلت من قبل في تاريخ مواجهة الفريقين مرتين، وهذه محاولة كرة اتلعبت، ولكن التصدي من الدفاع من أمام هشام عادل، كرة تحولت إلى ركنية، تعادل. من كل فريق يطمع في الثلاث نقاط، كل فريق يطمح في الفوز السادس، كرة اتلعبت إلى فوافي، يدخل يراوغ يقترب، لسه موجودة عرضية، فين المتابعة؟ مش ممكن، لكن تتهيأ أمام ريكو بتغطية دفاعية، وليد مصطفى غاب عن المتابعة، الجناح الأيمن اللي كان من المفترض أن يقرب ينتشر، رغم أن البلعوطي كان بيجري عمليات الإحماء والتسخين يستعد للنزول في أي وقت، راح يستدعيه المدير الفني، كرة خطيرة، مش ممكن، بدلا من سيراميكا كليوباترا اللي عنده 24 نقطة وكان حقق فوز أول أمس 4-1 على فريق مصر للمقصة. إذن في هذه الأثناء أحبتي الكرام متابعينا في كل مكان عبر شاشة قنوات ون تايم سبورتس، حكم المباراة السيد أحمد جمال.